ونحن نقترب من عيد الميلاد، أود أن أحدثكم عن جزء من تسبحة السيدة العذراء التي قالتها قبل الميلاد أيضا. هبتدي بمجرد الكلمة الأولى اللي قالتها العذراء. قالت إيه؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. تعظم نفسي الرب. تعظيم الرب أو تمجيد الرب من الفضائل الأساسية وجزء من الصلوات المسيحية، ولذلك صلواتنا فيها هذا التمجيد باستمرار. ده احنا باستمرار في الصلاة بنقول ذكسا باتريك ايوك اجيوك نفماتي، يعني المجد للآب والابن والروح القدس. ذكسا باليوناني يعني مجد، ذكسا باتري يعني المجد للآب. وبنقول في التسبيحة نص الليل زوكساسي فيلا نثروبه، يعني المجد لك يا محب البشر. وحتى في بدء الصلاة الربانية لنا المجد للآب والابن والروح القدس. هذا التمجيد لله لما بنمجد ربنا لسنا نعطيه مجدا، إنما نعترف بالمجد الذي له. نحن لا نعطي الله مجدا، إنما نعترف بالمجد الذي له. ده تسبحة أسبوع الآلام لك القوة والمجد، بنقولها باستمرار. ثوق تيتي جوم نمبي أونم اسمه، لك القوة والمجد والبركة. فنحن لا نعطي الله مجدا، إنما نعترف بالمجد الذي له، لأن اعترافنا بهذا المجد يفيدنا روحيا. الله ليس محتاجا إلى تمجيدنا، وليس محتاجا إلى تسبحتنا ولا إلى تعظيمنا له، لكن نحن المحتاجون لأننا نستفيد روحيا حينما نعترف بعظمة الله. العذراء نفسها قالت كده، تعظم نفسي الرب، والملائكة أيضا يمجدون الله، يمجدونه حينما يعترفون بصفاته. وقد شرح لنا الكتاب المقدس تسبحة السارافيم في أشعية 6، لما السارافيم كانوا يسبحون قائلين قدوس 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 رب السباوت. لما بيقولوا له قدوس مش هم بيمجدوه، لا، بيعترفوا بقداسة الله اللانهائية، لأن ده بيصلح القلب من جوه لما الواحد يستفيد منه. في سفر الرؤيا إصحاح 5 يقول وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والكهنة الشيوخ يعني، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم مستحق هو الحمل المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها، سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل، البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. كانوا يقولون هذا وهم يسجدون. ليس الملائكة فقط، وإنما كل خليقة مما في السماء وما على الأرض. ونجد أيضا
في نفس سفر الرؤيا في إصحاح 15 يقول إيه؟ بيقول للذين غلبوا الوحش وصورته وكانوا واقفين على البحر الزجاجي ومعهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك أنت وحدك قدوس. الخليقة بتمجد ربنا كما قلت أيضا تعترف بمجد الله، عشان كده الكتاب في مزمور 19 بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، لأنك لما تشوف السماوات والفلك تعترف كيف إن الله عظيم في قدرته، عظيم في فكره، في وضعه قوانين الفلك العجيبة اللي بتضبط هذه النجوم قائمة في الجو لا تسقط ولا يحدث لها شيء من الجاذبية الأرضية بقوانين معينة. فكر الله العظيم اللي يخلي الأرض تدور حول نفسها كده مرة كل 24 مرة حوالين نفسها ومرة حوالين الشمس وينتج عن ذلك النهار والليل والفصول، ايه العظمة دي؟ أرض قاعدة كده ترقص قصاد ربنا كده في تمجيد، فرحانة بربنا. وبرضه علاقة الأرض بالقمر اللي بينتج عنها أوجه القمر المعروفة، إله عجيب. يعني نمجد الله في السماء، نمجد الله حتى في الجسد البشري على العظمة والقدرة اللي بيدير بها هذا الجسد وأجهزته المختلفة ويعطيها صفات عجيبة عجيبة. ده مجرد تشوف مخ إنسان في مراكزه اللي لو حدث جلطة في المخ أو هزة في المخ، مركز حركة تعب الإنسان ما يتحركش، مركز الصوت والكلام الإنسان ما يتكلمش، مراكز في المخ اللي هو حتى قد كده، إيه الجبروت ده؟ ولا أطباء يقدروا ولا كل العلم اللي طار فوق وصل للقمر ولا يقدر، حتة المخ اللي قد كده وحتة القلب اللي قد كده مين يقدر عليه؟ نمجد الله في خليقته، نمجده لأنه الخالق العظيم، الخالق العظيم الذي خلقنا نحن من العدم من لا شيء. هتقول له أعظمك يا رب لأنك أوجدتني وأوجدتني من العدم وكان ممكن إني لا أكون، أوجدتني من حيث لم أوجد. ده احنا ساعات نمجد البشر اللي ليهم هبة معينة، يعني إنسان له مجرد موهبة في الشعر نمجده، مجرد له موهبة في الفن نمجده، مجرد له موهبة في الصناعة في الاختراع نمجده. فكم بالأولى الله الذي هو معطي هذه المواهب وهو واهبها. يعني أنت تمجد الشخص اللي أخذ الهبة من الله وتمجدش الله الذي أعطى هذه الهبة؟ ده أنتوا بتمجدوا البشر الذين لهم جزء من السلطان في جزء محدد صغير من الأرض. أمال الله اللي خالق الأرض دي كلها وواهب كل سلطة، الله غير المحدود، ما فيش غير محدود إلا ربنا، الله غير المدرك اللي صفاته تعجز اللغة البشرية عن أنها توصفها.
على رأي واحد من القديسين قال: ما من مرة تكلمت اللغة عن الله إلا وقصرت في التعبير. اللغة إيه؟ ده في ألفاظ في اللغة مش ممكن تحيط بعظمة ربنا ولا بمجده. ده بولس الرسول لما صعد للسماء الثالثة بيقول الكتاب انه رأى اشياء لا ينطق بها، لا ينطق بها، يعني النطق ما يلاقيش لها وصف. فكان بالاولى ربنا اذا كان في اشياء لا ينطق بها. عشان كده احنا في القداس الغريغوري من ضمن صفات الله بنتكلم على لا ينطق به. انت بتعظم ربنا تقول له ايه؟ انا مين يا رب اللي اقف قصادك؟ انا مين؟ انا اطلع مين؟ اطلع مين؟ انسان موجود في حي من احياء القاهرة، والقاهرة مدينة في افريقيا الكبير، وافريقيا مجرد قارة، قارة في الكرة الارضية، والكرة الارضية مجرد كوكب وسط ملايين الكواكب، وكل الكواكب دي كلها والملايين جزء من خليقتك، لأن لك المخلوق، خلقت المخلوقات الروحية والملائكة ورؤساء الملائكة. أنت اللي بيقف قصادك الملائكة خايفين من العظمة بتاعتك كده، نبقى نطلع إيه إحنا يعني؟ عشان كده تمجد ربنا. الله غير المحدود، غير المحدود في قدرته، غير المحدود في معرفته، غير المحدود في سلطانه، غير المحدود من جهة المكان، من جهة الزمان. الله اللي هو كائن قبل الزمن هو الذي خلق الزمن. قصاده تقول لنا يا رب ما ده داود لما وقف قصاد ربنا قال له انا دودة لا انسان، اطلع ايه انا؟ ولا حاجة. ده انت لما تمجد ربنا بتأخذ تواضع في قلبك، لما تمجد ربنا بتأخذ خشوع في صلاتك. واحد يقف يصلي وركن رجل على رجل وقعد سرحان يبص، ايه ده؟ ده ما بيمجدش ربنا، ده مش حاسس بربنا. واحد يصحيه كده يقول له روق لنفسك، انت واقف قصاد مين؟ ده انت جايز تقف قصاد رئيسك منتصب القامة كده، مش مدلدل رجليك كده مبعكك في شكلك، لكن واقف باحترام. امال قصاد ربنا اللي رئيسك ده مخلوق بسيط من مخلوقاته. نحن محتاجون اننا نعظم ربنا، نعترف بعظمته، نعترف بمجده، نشارك الملائكة في تسبيحه، نشارك الطبيعة في تسبيحه، نشارك القديسين في تسبيحه. العذراء والدة الإله تقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. الملك يقول لها ان هي الام، تقول له لا انا الامة، انا العبدة، انا امة الرب. يقول لها انت ام، تقول له انا الامة. هذا الجو من التمجيد لربنا لازم نضع امامه ان الله غير محتاج الى تمجيدنا، نحن المحتاجون إلى ذلك. في السماء ستتكشف لنا أشياء عن عظمة ربنا لا نعرفها الآن. إذا كنا بنقول إن السماء ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر
ده مش اذا كان ما اعده الله لمحب اسمه القدوس بالشكل ده، امال الله نفسه اللي اعد هذا النعيم يبقى ايه؟ حاجه لا تخطر على قلب بشر. عقلك لا يستطيع ان يفي مجد الله حقه، لا يستطيع انه يصف عظمه ربنا. ده قيل بره انه نور لا يدنى منه، مفيش حد يقدر يقترب اليه. لما موسى النبي اقترب لربنا وجهه اضاء جدا لدرجه الشعب ما قدرش يبص لوجه موسى من الضياء اللي فيه، فقالوا له حط على وجهك برقع، مش قادرين يبصوا لوجهه لمجرد انه قعد مع ربنا شويه، لمجرد انه قعد مع ربنا شويه، اخذ هذا المجد لمجرد قعد مع ربنا شويه. التلاميذ لما وقفوا مع المسيح على جبل التجلي اضاءوا بنور، والمسيح اضاء بنور فما قدروش يحتملوا. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا لما ظهر له ربنا بيقول ايه؟ رآه بيقول عيناه كلهيب نار وبيقول ايه تاني؟ بيقول وجهه يضيء كالشمس في قوتها، لدرجة بيقول انا وقعت عند قدميه كميت. يوحنا الحبيب اللي كان بيتكئ على صدره ويسمع نبضات قلبه بيقول وقعت عند قدميه كميت مش قادر. امال في السماء تبقى ايه الحكاية؟ على الرغم من ان ظهر له بطريقة منظورة يعني شبه ابن انسان، امال في السماء يبقى ايه؟ ده مجد الله فوق قدرتنا ان احنا نوصفه. عشان كده مفروض ان احنا نمجد ربنا، نمجده في صلواتنا. كيف؟ بالخشوع اللائق بالصلاة. تقف في الصلاة كأنك واقف امام لهيب نار. ده الملائكة لما بيقفوا امامه السارفيم والكاروبيم بيقول بجناحين يغطون وجوههم، مش قادرين يبصوا، وبجناحين يغطون أرجلهم. إذا كانت الملائكة بيغطوا وجههم مش قادرين من العظمة دي، أمال البني آدمين دول اللي ما يجوش حاجة في الملائكة يبقوا إيه؟ عشان كده إحنا في القداس الإلهي بيحصل إن الشمامسة لما بيقفوا على المذبح بياخدوا لفافة ويحطوها كده وسطهم. ليه بيعملوا كده؟ بيتذكروا الملائكة اللي بجناحين يغطون وجوههم. انتوا عارفين لما واحد يقول انسان ما يقدرش يفتح عينيه في ابوه، ما يقدرش يفتح عينيه في اخوه الكبير، يقف قصاده يخشع كده من هيبة ابيه، امال الاب السماوي ده يبقى ايه؟ مش واحد يقف في الصلاة وحواسه طائشة ويبص ويسمع ايه؟ انت نسيت انك واقف قصاد ربنا ولا ايه؟ اعطي مجدا لله. انسان اللي مش حاسس بمجد ربنا ممكن يصلي وهو منشغل. وانا اعجب جدا من الناس اللي يصلوا وهم قاعدين. ولذلك كنت لما بسافر اي بلد من بلاد الغرب زي مثلا امريكا او انجلترا او غيره
ونيجي ناكل الطعام يقولوا لي اتفضل بارك، اروح واقف على طول واقول لهم نقف عشان نصلي، لان في ناس ساعات يقعدوا على المائده يقول لك نصلي واحنا قاعدين. قاعد ازاي يا اخ؟ تصلي ربنا، تكلم ربنا وانت قاعد، تكلم ربنا وانت قاعد، مش شاعر بمجد ربنا. ولهذا الانسان اللي بيصلي بخشوع وهو شاعر بمجد ربنا ويقف يصلي بيستفيد من الصلاة اكتر من اللي بيصلي وهو قاعد، لان ما بيعطيش مجد لله، ما بيعطيش مجد لله. خشوع الصلاة، خشوع الحواس من نظر ومن سمع وخشوع الجسد، ده في الجيش ما يقدرش واحد يكلم رتبة أعلى وهو بيشاور بأيديه يقول له اثبت، يروح حاطط ايديه كده يثبت، يقف ثابت ما يتحركش ايديه، ما يشاورش ويتكلم كده بكل خشوع أمام الضابط بتاعه ولا الرتبة الأكبر، يثبت وقصاد ربنا، ما تبقاش ثابت، تقف كده متحرك. والمهم ان الانسان يتحرك دون ان يتحرك، يعني لا يجد حرجا. لا يا حبيبي، انت قصاد ربنا بكل خشوع. عشان كده الراجل العشار، الراجل العشار في اول ما جه يخش الهيكل ما قدرش، وقف من بعيد ولم يستطع ان يرفع نظره الى فوق، اخفض بصره كده، مش قادر يفتح عينيه في ربنا ولا يرفع وجهه لفوق. وقرع صدره قال ارحمني يا رب فاني خاطئ. والفريسي بقى المتكبر اللي شاعر بالعظمه بتاعته وقف يحدث ربنا عن فضائله هو الشخصيه. انا يا رب بصوم يومين في الاسبوع وبعشر جميع اموالي. يا ولد اتقدم قصاد ربنا، انت اللي بتدفع عشور، طب ما الفلوس اللي بتدفعها دي بتاعت ربنا. ده ايام ما داود جمعوا للهيكل قالوا ربنا عبارة لطيفة، قالوا له من يدك اعطيناك، مش بيقول له انا بعشر جميع اموالي وبصوم يومين في الاسبوع، مش عارف كان بيصومهم بسمك ولا لا، هو رقم زي صاحب السؤال اللي قال اعشر جميع امواله، وقعد يفتخر. قصاد ربنا لا يستطيع واحد ان يفتخر ابدا. قصاد ربنا نتذكر خطايانا من اجل هذا، من اجل هذا. ربنا يسوع المسيح لما علمنا الصلاة الربانية خلى الطلبات الاولى تمجيد لله، وبعدين حاجاتنا البشرية بعدين. فقال اول ما تصلي تقول ايه؟ تقول ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، كلها خاصة بربنا. قبل ما تتكلم على نفسك، مش أول ما تقف في الصلاة تقول له يا رب أنا عايز، يقول لك يا أخي استنى شوية، عايز إيه؟ افتكر في ربنا شوية قبل ما تفتكر في نفسك. أنت فاكرين تعظم نفس الرب يعني واحد يقول والله العظيم؟ لا، مش هي دي تعظيم ربنا، ده تعظم ربنا في حياتك، في صلاتك تعظم ربنا، تخشع أمام الله. الركبتين ينحنوا على الأرض، يركعوا، الرأس تنحني في السجود، زي ما داود بيقول له لصقت بالتراب نفسي، مش بس لصقت بالتراب رأسي، ده نفسي التصقت بالتراب. ده إبراهيم يكلم ربنا يقول له عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، أنا مين اللي أقف أكلمك؟ إبراهيم أب الآباء، أبو الآباء والأنبياء، يقول له أنا شوية تراب ورماد قصادك، أكلم مين؟ وأيوب الصديق بعد شوية مجادلات كثيرة أخيرا لما ربنا دخله في الاتضاع قال له ها أنا حقير بماذا أجاوبك؟ أرفض نفسي يعني، وأرفض كبريائي
وأندم في التراب والرماد. قد تكلمت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أدركها. العجائب فوقي إيه؟ لم أدركها. أيوب الرجل البار الكامل قصاد ربنا بقى شوية تراب ورماد، بيقول تكلمت بما لم أفهم. لكن يجي واحد ويمسك الكتاب وينتقد ويحلل. تنتقد وتحلل ايه يا حبيبي؟ خليك تواضع شوية. ده أيوب بيقول تكلمت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أدركها. أنت بتعظم ربنا في صلاتك، لذلك إذا بدأت للصلاة ابتدي في خشوع. تقف كده في خشوع، ترفع يديك، تنظر للسماء، تجمع حواسك، تجمع فكرك، تجمع حواسك وتجمع فكرك، وتنحني أمام ربنا، تسجد في الأول، ترشم الصليب، تقول المجد للآب والابن والروح القدس إلى آخره، وبعدين تصلي. مش واحد يجي يصلي يروح على طول داخل في الخط كده على طول. في شيء كده لما الكنيسة وضعت لنا الطقوس الخاصة بالتمجيد من أجل فايدتنا، عشان نفوسنا تخشع. ولذلك كان الآباء قديما في تمجيد ربنا بيستعد للدخول إلى الكنيسة قبل أن يدخل. يعني مش يخش على طول الكنيسة كده بلا استعداد، وإنما يمشي في السكة يهيئ قلبه بالمزامير وبالصلوات. يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. يقول مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. يقعد يقول المزامير اللطيفة دي، وأول ما يقترب من الكنيسة ويخش يقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ده الإنسان اللي عايز يستفيد من الكنيسة ويستفيد من الصلاة، يبقى بهذا التمجيد بنمجد ربنا ونعظمه في الألحان. ألحاننا فيها كتير قوي من تمجيد ربنا. ده مريم النبية وبتدف في أيديها وقعدت تقول الخيل وركاب الخيل طرحهم في البحر الأحمر، تمجد ربنا. يا ما عندنا تسبيح تمجيد في ربنا في الأبصالمودية كتير جدا، في صلوات الأجبية كتير جدا. داود وهو ملك عظيم قصاد تابوت العهد وقف يرقص، فامرأة ميكال استصغرته، قالت له انت الملك وقصاد الناس تبقى كده؟ عايزة يعني أرستقراطي ويقعد على كرسي ويتعظم. قال لها لا، انا من جهة الملك العظمة موجودة، اللي ربنا اختارني دون أبيك ودون أسرتك، لكن أمام الله أنا أتصاغر، أمام ربنا أنا مفيش. مهما كان ملك إيه وبتاع إيه، أمام ربنا مفيش. لذلك تجد الملوك بينحنوا برؤوسهم. ليه؟ أمام ربنا الكل عبيد. احنا بنمجد ربنا في الصلاة، بنمجد ربنا بالألحان، بنمجد ربنا بحفظ يوم الرب، بنخصص يوم لربنا للعبادة المركزة، للخدمة، لتمجيد اسم الله، بنعظم ربنا بالشكل ده، مش مجرد كلام بنقوله في الصلاة او كلام بنقوله في الترتيل. بنعمل الخير وندعو الناس إلى عمل الخير. بنمجد ربنا بعدم الحلفان، لأن المسيح قال
لا تحلف باسم الله خالص، ولا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ايه ده؟ اذا كان الواحد ما يقدرش يحلف لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأورشليم، يبقى كان بالأولى اسم ربنا. عشان كده في قصة مرة قلتها لكم زمان، ان كان راجل وثني عنده عبد مؤمن، وكان الراجل الوثني ده كثير الحلفان، فكان كل ما يذكر اسم ربنا العبد يروح ساجد على الارض، العبد المؤمن يحلف تاني العبد يسجد على الارض. فقال له بتعمل ايه؟ قال له اسم ربنا العظيم، انت فين؟ ما اقدرش اسمع اسم ربنا من غير ما اسجد. هذا الخشوع الخارجي في الجسد بيعطي خشوع للروح. لما يخشع الجسد تخشع الروح. لما بنسجد قصاد الهيكل واحنا بننحني للارض انفسنا ايضا بتنحني. على الاقل بنتذكر احنا فين. ده اذا كان ربنا قال لموسى، قال له اخلع حذائك من رجليك لان المكان الذي انت واقف فيه مكان مقدس. لهذا نحن لما بنمجد ربنا ونعظم ربنا، مش بس ربنا، وكل ما يتصل الى ربنا بصفة، نمجد ربنا ونمجد بيت ربنا ونمجد كتاب ربنا ونمجد الصليب ونبوسه ونقبله، والكتاب المقدس برضو نقبله وننحني امامه. ليه؟ لان احنا بشر، الحواس دي بتدخل للنفس هذا الخشوع. ما بنسيبش حاجة خاصة بربنا، بيته هيكله كتابه صليبه مسحاؤه، لكي ندرك ايه كل ما يتعلق بربنا. عشان كده مرة لقيت واحد على المكتب حط الكتاب وحط كتاب المقدس وفيه اي كتاب تاني، رحت شايل له الكتاب ده، قلت له كتاب ربنا ما تحطش فيه كتاب تاني، ما تخليهوش زي بقية الكتب، كتاب ربنا ده ما يتحطش فيه غير كتاب اخر بتاع ربنا او تحطه في الصليب، غير كده ما فيش. لكن لما تتعود الكتاب ترميه في اي حتة، الخشوع عندك ما يكونش موجود، هيروح منك. ولهذا كانت كما ان في الصلاة فيه الانحناء وفيه الركوع وفيه السجود وفيه حفظ الحواس، القلب ايضا يمجد ربنا في الداخل. بتستطيع انك تمجد ربنا ايضا باعمالك الحسنة، لان الكتاب بيقول يرى الناس اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. فانت مش تخلي اعمالك الحسنة سببا في تمجيدك انت، لا، سببا في تمجيد ربنا. علشان كده في ناس يحاولوا باستمرار ينقلوا المجد من انفسهم الى ربنا، مش يقول انا عملت وانا عملت، طب يبقى ما بيمجدش ربنا. يقول نشكر ربنا اللي عمل كذا، مش انت تنبسط واحد يمدحك تقول له بس معاك راجل، راجل ايه يا حبيبي، تقول له نشكر ربنا اللي ادانا قوه، تقول له نشكر ربنا اللي ادانا قوه، نشكر ربنا اللي مرر الموضوع ده بخير، مش تحاول تنسب المجد لنفسك. عشان كده يوحنا المعمدان كان باستمرار ينسب المجد المسيح. منين ما يجوا الناس يمجدوه يقول لهم لا، يأتي بعدي من هو أقدم مني، من هو أعظم مني، اللي أنا لا أستطيع، لا أستحق إن أنا أنحني وأحل سيور حذائه. يقول لهم من له العروس فهو العريس، ده أنا مجرد صديق للعريس ببص من بعيد، ده المجد ليه هو، ده الذي من فوق هو فوق الجميع، ومن أرضي هو أرضي، أنا فاهم أنا مين. هو ده الكلام. لكن كخادم تستغل خدمة ربنا عشان تعطي مجدا لذاتك، لا، ما ينفعش الكلام ده. لذلك تستطيع أن تمجد الله بالاتضاع.
هيرودس الملك لما اتنفخ كده وقعد على العرش والناس انبسطوا من العظمة دي وقالوا له ده ايه ده صوت اله، الملاك ضربوا فاكلوا الدود ومات. الكتاب بيقول ايه؟ لانه لم يعطي مجدا لله. لا يا حبيب، لازم تعطي مجد لربنا. فتعطي مجدا لله وتقول تعظم نفس الرب بالاتضاع، بانك تنسب الخير كله لربنا وتنسب المجد كله لربنا ولا تنسب مجدا لنفسك انت، تختفي عشان هو يظهر، وباستمرار تنسب اليه كل بركة. عشان كده المزمور بيقول ليس لنا يا رب ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. لاسمك القدوس مش لينا احنا. من اجل هذا كان من وسائل تمجيد الله حياة الشكر، تشكر ربنا على كل حاجة. فلما بتشكر ربنا بتتذكر احسانات الله، وهو ده اللي عملته العذراء. قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ليه؟ لان القدير صنع بي عجائب واسمه قدوس. لان القدير صنع بي عجائب. فانت تعطي مجدا للرب بالشكر، تقول له اشكرك يا رب القادر، انت الحنين، انت الطيب، انت اللطيف، انت اللي عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا احنا بنعيد باعياد الرب، لكي في كل عيد من اعياد الرب نذكر احساناته، وفي صلواتنا اليومية بنذكر فداءه كل يوم في صلاة الساعة السادسة، بنذكر انه وهبنا الروح القدس في صلاة الساعة الثالثة، بنذكر مجيئه الثاني في مجد في صلاة نصف الليل، بنذكر حاجات ربنا عشان نوجد باستمرار في جو إلهي. لأن اللي بينسى ربنا ما بيمجدش ربنا، واللي بيمشي في الخطية ما بيمجدش ربنا. ده أنت تمجد ربنا برجوعك إليه، تمجد ربنا بحياة التوبة. لأن الإنسان لما بيمشي في حياة الخطية بيبقى متمرد على الله وثائر على الله وكاسر وصايا الله، وبالشكل ده لا يعطي مجدا لله. تقول تعظم نفس الرب، أقول لك قوي، تعظمه بالحياة الطاهرة، بالتوبة، بالقداسة، بإطاعة وصاياه. كل دية بتقدر تعظم بيها ربنا وتقول له العظمة ليك وحدك والمجد ليك وحدك، وإحنا مش حاجة قدامك. ممكن تمجد ربنا وتعظم ربنا بحياة الخدمة، لأنك لما بتسلك في الخدمة بتقرب الناس لله وبتعلن مجد الله للناس، وبتقود الناس إلى حياة البر لكي يكونوا مساكن يسكن فيها روح الله. فبالخدمة أنت بتمجد ربنا، زي يوحنا المعمدان ما كان بيهيئ للرب شعبا مستعدا. بالخدمة بيهيئ للرب شعبا مستعدا، بيرجع الناس لربنا، بيبني ملكوت الله. فأنت بالخدمة بتبني ملكوت الله، فتعطي مجدا لله في حياة الخدمة. هكذا الإنسان يمجدون ربنا، مش يمجد ربنا يعني مجرد يقول كلمتين، لا، بالحياة، سواء حياتك أنت أو حياة الناس. وتمجد ربنا بتذكر صفاته الجميلة. يعني واحد يقعد كده يتأمل في صفات الله الجميلة، صفة الكمال، صفة القداسة، صفة الأزلية، صفته في عدم المحدودية، صفة ربنا الصالح، ربنا الحنين.
بتذكر صفات الله الجميلة والتأمل فيها والحديث عنها تستطيع انك انت تمجد ربنا. ممكن انك انت تمجد ربنا بمخافة الله. يعني في ناس ساعات لما يتذكروا الله كمحب ينسوا المخافة لله، والحب عندهم يتحول إلى استهتار وإلى استهانة. لكن الكتاب بيقول رأس الحكمة مخافة الله، واللي بيسلك في مخافة الله ممكن أن يصل إلى محبة الله. فلما يخاف ربنا يطيع وصاياه، ولما يطيع وصاياه يجد لذة في الوصية، ولما يجد لذة في الوصية يحب الوصية، ولما يحب الوصية يحب ربنا. فممكن إن مخافة الله تقودك إلى تمجيد ربنا. ده قيل عن قاضي الظلم إنه لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا. تتحول المسألة على الأقل إلى نوع من الهيبة، من التوقير. مش محبة ربنا يعني تفقد مهابته، أو محبة ربنا يعني تفقد احترامه، أو محبة ربنا تخليك تمشي على مزاجك. لا، محبة ربنا تخليك تهابه. فليعطينا الرب ان احنا نعظمه ونمجده ونعمه كلها.